أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الغطس في المسبح بنية الطهارة يكون معتبرا؟ هل الغطس في المسبح بنية الطهارة يكون معتبرا؟ وهل تلزم المضمضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل من الجنابة في الماء الدائم الذي لا يجري. إذا كان الماء يمر ويروح لا بأس، أما إذا كان يعني ينغمس في ماء يجري لا بأس، أما ينغمس في ماء حائر ولا يجري هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو انغمس في ماء كثير مثلا في البحر أو في بركة كبيرة مستبحر لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذين الكتابين؟ لابد أنه يتمضمض ويستنشق، لابد. إذا أراد أنه يغتسل بالانغماس في الماء الكثير الجاري فلا بد أن يتمضمض ويستنشق أولا. نعم.